نستمر معكم أصدقائي في شرح الشابتر الأول Introduction to Railway Planning، مقدمة في تخطيط السكك الحديدية، ووصلنا إلى القسم الرابع تخطيط العمليات التشغيلية في السكك الحديدية Operational Railway Operations Planning، وأنهينا Generalized Cost Function، شرحنا معادلة التكلفة المقارنة، والآن سنكمل في الأمور المتطلبة من العربات أو المركبات أو البنية التحتية أو نظام التحكم. فلنبدأ من المتطلبات التشغيلية المطلوبة من العربات. حتى يكون لديك تشغيل سليم، يجب أن تكون العربات قادرة على العمل بشكل آمن safe operations، ومن هذه safe operation أن يكون لديك نظام suspension system أو هو نظام تلقي الارتداء الهزات بشكل جيد حتى يكون الانتقال آمن للركاب والبضائع. طبعا أي أيضا يجب أن يكون الجسم القطار قوي وقادر على احتمال الصدمات والستريسز القادمة من الهواء ومن الناس ومن الأحمال القادمة من البنية التحتية، فيجب أن يكون الجسم مصمم بشكل جيد وهيكل مصمم بشكل جيد. أيضا يجب أن يكون لديك أنظمة عالية الاعتمادية، وعالية الاعتمادية نقصد بها أنظمة عالية الاعتمادية داخل القطار، وهي subsystems الأبواب، النوافذ، المحرك، السسبنشن سيستم، يجب كلها أن تكون عالية الاعتمادية، لأن الأنظمة القطارات تعتمد على بعضها البعض، مما يجعل السيستم النظام معقد ولكن قادر على تنفيذ القيمة الكلية وهي قيمة النقل. أن يكون آمن في الاصطدامات، وهو ما يسمى بالكراش وورثنس، وهما عندما تراه في التلفاز للسيارات ترى كيف أنه يتم اختبار بعض السيارات بجعلها تصطدم بجدار ويتم وضع دمية داخل هذه السيارة ليريك أن الإيرباك يقوم بالفتح وما إلى ذلك. بنفس الطريقة هناك نظام كراش وورثنس خاص بالقطارات، resistance to corrosion and fatigue، وهي المقاومة للتآكل وللفتيق اللي هو الأحمال المتكررة على فترة طويلة من الزمن، والكلفة القليلة في البداية ومن ثم الكلفة القليلة على العمر الطويل. فالكلفة ليست فقط عند شراء القطار أو شراء العربة، لكن هناك كلف صيانة وكلف على المدى الطويل. هناك أمور يتطلبها المشغل من السيارة من العربة أو من القطار بشكل عام. السابقة الريكويرمنتس السابقة أو المتطلبات السابقة هي متطلبات عامة في أي عربة في أي قطار يتم تشغيله، ولكن بعض المشغلين يطلب عربة مختلفة عن الأخرى بناء على طبيعة الخدمة التي يشغلها. هل هي بين مدينتين مين لاين؟ هل هي مترو سيستم؟ هل هو لايت ريل؟ هل هو ترام؟ أيضا بالنسبة للبيئة، للحرارة، الحماية من البرودة والحرارة حقيقة في بعض المناطق في الخليج قد تكون حرارة مرتفعة جدا، وقد تتطلب العربات حماية من حرارة معينة. مستوى من النقل عالي جدا، مريح وممتع، وبالتأكيد نظام تهوية ونظام تكييف جيد. وطبعا هناك بعض الأحيان يتطلبون مثلا نظام ترفيهي، نظام خدمة الطعام أو تقديم الطعام، معلومات، بعض المعلومات، إظهار المعلومات للركاب، فلديهم متطلباتهم الخاصة. كان هذا بالنسبة للعربات والقطارات، ولكن أيضا البنية التحتية لديها مجموعة من المتطلبات الخاصة بها Infrastructure Operational Requirements. أن تكون المحطات جميلة، أن مثلا هناك قد يكون متطلب أن تكون المحطة جاذبة جميلة أو تعبر عن Iconic Landmark في المدينة. هناك الكثير من
محطات القطار تهتم بجمالية المحطات. أن تكون البنية التحتية، ونقصد فيها هنا ويقصد بها هنا السكة، قادرة على توجيه القطار بشكل جيد، وقادرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة وظروف الأحمال المختلفة من القطارات. هناك تغير جيد أو سموث أو مرن ما بين المنحنيات، طبعا المنحنيات الجانبية أيضا والمنحنيات على الارتفاعات gradient. طبعا أن تكون البنية التحتية جيدة acceptable running surface، أي أنها مقبولة من ناحية الانخفاضات والارتفاعات alignment، أو اللي هي ما يسمى بالجيومتري للسكة، أو ما يسمى بالأبعاد السكة المرتبطة بسلامة القيادة. طبعا إذا أردت أن تقوم بتغيير السكة في حالة حدو السكة نفسها في حالة حدوث عطل أو بعض الأضرار، يجب أن تكون هناك طرق سهلة، مثلا سلاب تراك قد تكون صعبة جدا تغييرها مقارنة في البلاست تراك، فيجب أن تكون لديك طرق آمنة لتغيير السكة في حال الضرر. طبعا وحياة طويلة وقادرة على الاستمرار واقتصادية، وفي من المتطلبات البنية التحتية أن تكون نظام التحكم قادر على التواصل مع القطارات، مثل الأوتوماتيك وورنينج سيستمز أو التراك سيركتس أو الأكسل كاونترز، وتكون صديقة للبيئة. هذه متطلبات عامة، فقط أن تكون على دراية ما هي المتطلبات التشغيلية للبنية التحتية. إذا أردت أن تكون هذه البنية التحتية قادرة على تشغيل قطاراتي، ما هي أقل المتطلبات أو ما هي المتطلبات الرئيسية التي يجب تكون موجودة في البنية التحتية. ننتقل إلى نظام التحكم Train Control System. أي وطبعا ونظام التحكم من أكثر الأنظمة المرتبطة بالأمان وبالسعة السكة وبتوجيه القطارات، وهو في حقيقة أهم الأنظمة الموجودة في تسيير السكك الحديدية. يجب أن يكون هناك تواصل بين غرف التحكم والقطارات، أن تكون العمليات آمنة، وأن يكون هناك تقليل كبير للconflicting routes، المسارات التي يتم فيها نوع من أنواع الاختلاف في الجدول أو التضاد في الجدول، أو التي تشترك فيها القطارات تشترك القطارات بنفس السكة على سرعات مختلفة. يجب أن التأكد من أعلى مستوى من السلامة، خصوصا إذا كان لديك single track. في هذه الحالة يجب أن يكون أيضا لديك طريقة مثلى في استغلال الطرق المختلفة، قد تكون عن طريق السايدينج لوب، أو قد تكون عن طريق وضع زمن هيدوي مسافة جيدة زمن جيد ما بين القطار والقطار الذي يليه، ولكن يجب أن تحاول أن تستغل هذه الفراغات الوقتية لتحريك أكبر قدر من القطارات. طبعا أن تكون العمليات سريعة واقتصاديا، وأيضا يفضل أن تكون الأجزاء المرتبطة بالنظام الإشارة أو حتى أي نظام في العصر الحديث هي standardized، أي أنها مصممة بشكل متعارف عليه عالميا، فيمكن فهمها من الجميع بشكل سهل وتبديلها وصيانتها بشكل سريع جدا. بعض الأحيان يسمون موديلر، بعض الآن يسمون ستاندرايز كومبوننتس. هي نفس الفكرة، أن يكون قادر على إزالة الجزء القديم ووضع جزء جديد أو جزء شبيه بالجزء القديم، ولكن بشكل سريع، لأن التصميم ستاندرد أو لأن المكون هو متعارف عليه عالميا. طبعا في الجزء الأخير نتحدث عن المتطلبات من الإدارة. هلا تحدثنا عن البنية التحتية، المتطلبات البنية التحتية، تحدثنا عن العربات والقطارات، المتطلبات من العربات والقطارات، والمتطلبات من نظام التحكم. الآن يجب علينا التحدث عن المتطلبات من الإدارة. يجب أن يكون ناس أشخاص مرنين وموجهين لإدارة السكة، أن يكونون قادرين على كتابة
التقارير والكتب التقنية، ويقومون باستغلال النظام بكتابة بتدوين ما يحدث بالنظام بشكل جيد، سواء عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الأنظمة الخاصة. يجب أن يكون قادرين على تسجيل الأمور المرتبطة بالعمليات بشكل جيد، وقادرين على الريبورت إصدار تقارير مرتبطة بها، أن يكون لديهم جدول ثابت واضح يمكن أن يسيرون به العمليات بشكل يومي مستمر دونما تغيير أو تأخير في حياة الناس، واستخدام بالتأكيد النوع المناسب من القطارات والمناسب للعمليات، وكما قلنا سابقا أن يتم تقليل المناطق المختلف عليها أو المساحات التي تتنافس بها الموارد أو تتنافس بها القطارات، حتى لو كان ذلك على كلفة، لأن ذلك يزيد من عوامل السلامة. بهذه الشريحة وبهذا السلايد ينتهي شرح القسم الخامس، والذي كان مرتبطا في كيفية التخطيط لتشغيل السكك الحديدية Operations Planning، Railway Operations Planning. وسوف نتحدث عن مواضيع قادمة في الأجزاء القادمة. نراكم بدرس جديد، ومساءكم سعيد.